أعلنت وزارة الداخلية مقتل 9 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور والخامس عشر من مايو. ومن بين العناصر الإرهابية المدعو محمود غريب قاسم واسمه الحركي خلف الدهشوري، وهو قيادي فيما يعرف بحركة لواء الثورة والمتورط في جريمتي اغتيال عميد قوات مسلحة عادل رجائي واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية. وقد عثر بالوكرين على 6 أسلحة آلية وسلاحين خرطوش وعبوة متفجرة ومجموعة من الدوائر الكهربائية والمواد الداخلة في تصنيع العبوات الناسفة.